الدكتور عارف كل حاجة وعايز يموتني. أصل أنت يا حمادة يا سكر زيادة طلعت ندلة قوي. بقى تخون صاحب عمرك. وأنا هخون مين يا سخية؟ أنا كنت بسمع كلامك حمادة ده الدول. أنا ابني مات. ربنا يرحمه. منصور عايز يموتني. والنبي يا سخية منصور بيحبك وبيسمع كلامك. خليه يبعد عني طيب. أنا ماليش صالح بيك واصطفلوا مع بعض. سخية! يا سخية في ايه؟ عشان مراتك جاي بيهددني. انت الكذب. لا 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 انتوا مش شباك. الحقوا الحقوا مش مكفيه اللي عمله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وانت فاكر انك هتخفى عن عيني يا ابن العايبه؟ تعال تعال يا حماده يا صاحبي وعز جلاله الله. لا صلوحك زي الدبيحه في الحاره كلها. مش كده يا ابو الصحاب؟ ليه؟ ليه يا صاحب عمري؟ ده انت صاحب عمري. ليه يالا؟ سخية يا منصور. انت بتقول ايه؟ سخية هي اللي كانت عايزاك تبقى ضريب. سخية هي اللي خلت المعلم فاهم يمدك على رجلك في وسط الحارة. سخية هي اللي صورتك وفتحتها. سخية كانت مدورة صاحبك يا صاحبي. وش ايدك سامحنا يا صاحبي. عارف يا منصور وادعم عزيز كان يحبك قوي. سخية كان يقول انا احب عم منصور قوي. يابا سامحني صح. الحمد لله الحمد لله. سخية الحمد لله الحمد لله. سخية ازاي؟ الحمد لله. سخية حمادة الحمد لله. سخية تقول الحمد لله ازاي؟ حمادة الحمد لله. سخية شو سيد الحمد لله. أنا عايز أقابل عبد العزيز يا رب. يا رب أنا عايز أقابل ابنها.